عودة قوية ومبعيد تلك التي حققها وفاق سطيف الجزائري مع مدربه التونسي نبيل الكوكي منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للنسر الأسود السطيفي نهاية أكتوبر الماضي. الوفاق تحت قيادة مدربه الجديد نجح في تحقيق قفزة كبيرة على مستوى النتائج والأداء في بطولتي الدوري والكأس، وضعته كمنافس جدي على كلتا البطولتين بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من موسم فاشل بسبب البدايات المتعثرة في مرحلة الذهاب. الكوكي ورغم البداية الغير موفقة في مباراته الأولى مع الوفاق بالخسارة في بلوزداد أمام الشباب المحلي لحساب الجولة التاسعة، إلا أنه عرف كيف يعود بالنسر الأسود إلى التحليق مجددا بسلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري والكأس معا، حيث نجح الوفاق بقيادة مدربه التونسي في تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري بسطيف، إضافة إلى تعادل خارج الديار على ملعب بارادو قبل أن ينهي مرحلة الذهاب بأول فوز خارج سطيف كان أمام مولودية الجزائر متصدر الدوري آنذاك بهدفين لهدف. هذه النتائج كان لها وقع إيجابي على الفريق السطيفي وأبناء عين الفوار الذين عادوا إلى الواجهة وإلى المنافسة الرسمية، ووصلوا سلسلة نتائجهم الرائعة بالفوز على اتحاد الجزائر ثم التعادل في وهران قبل تحقيق فوزين آخرين متتاليين أمام أهل البرج ونجم مجرى على التوالي، مما سمح لهم بالارتقاء إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 30 نقطة خلف بلوزداد المتصدر ب36 والملاحق شبيبة القبائل ب32، وهذا بعدما كان الفريق يقبع في المركز 14 برصيد 9 نقاط قبل مجيء المدرب التونسي نبيل الكوكي. حصيلة المدرب التونسي لم تتوقف عند جمعه 21 نقطة في الدوري فحسب، بل يضاف إلى رصيده أيضا بلوغ الدور ربع النهائي من كأس الجزائر بعد تخطي فريق مولودية بجاية على ملعب هذا الأخير ثم هلال شلغوم العيد خارج الديار أيضا، قبل أن يزيح من طريقه شباب قسنطينة أحد المرشحين للتنافس على الكأس في الدور الثمن النهائي، ليجعل الكوكي كوابيس الصيفية في مرحلة الذهاب تتحول إلى أحلام بالصعود على منصة التتويج، ولما لا تحقيق ثنائية الدوري والكأس أو ما يطلق عليه أنصار الكرة الجزائرية الدوبلي. No!
الله.